المصريون في الخارج يختتمون اليوم عمليات التصويت عبر البريد في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ. وزير الخارجية الروسي يبدأ زيارة إلى دمشق، هي الأولى له منذ 2012. الهند تتخطى البرازيل لتصبح الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا. في ختام النشرة أشكر لحضراتكم طيب المتابعة، كما أشكر زميلي مذيع الإشارة على إدين السيد.